نظمت أول أمس الجمعة الولاية للأمن والوقاية عبر الطرق بالمسيلة حملة تحسيسية لفائدة تلاميذ ابتدائية محمد خرشي، والتي تمحورت حول مخاطر الطرقات وتسربات الغاز مع توزيع مطويات لفائدة التلاميذ. وجاءت الحملة بمشاركة مصالح صون الغاز وكذا ممثل عن الدرك الوطني. المزيد في مراسلة سعد العجال. أنا اسمي عاف، أدرس السنة الخامسة ابتدائي. أنا فخورة جدا بهذا اليوم ويوم مدرستي وعمال صنع الغاز. اليوم تعرفنا شيئا، هما غاز الأكسجين وغاز أحادي أكسيد الكربون. غاز أحادي أكسيد الكربون هو غاز سام يؤدي لاختناق والموت. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أنا اسمي خرشي شيماء. تعرفت اليوم عن شيء هو مخاطر الطرقات، وأنا أحذر أوليائي عن مخاطر الطريق، عن مخاطر الاتصال على الرقم 1055. بسم الله الرحمن الرحيم. كما هو مسطر من طرف الجمعية الوطنية للأمن والوقاية عبر الطرق ضمن برنامجها السنوي وفي إطار القافلة الولائية التحسيسية طفل اليوم رجل الغد، نحن اليوم نحط الرحال بمدرسة المجاهد خرشي محمد بمشتة نوارة بلدية المطارفة بصدد إجراء حملة تحسيسية متعددة الجوانب تتناول سبل الوقاية من مخاطر الطرق والوقاية منها، كذلك حضور مميز لامتياز شركة صنع الغاز بالمسيلة لتقديم بعض الشروحات، لا سيما ونحن في فصل على ابواب فصل الشتاء حول تسربات الغاز والاختناقات، وتقديم بعض النصائح والشروحات التي من شأنها إفادة أبنائنا خاصة في هذا الفصل. كذلك يحضر معنا اليوم حضور مميز سيد المندوب الولائي للأمن عبر الطرق بالمسيلة، الذي بالمناسبة نقدموا له الشكر والتحية على المجهود المبذول في هذا الإطار والدعم الذي يقدمه لكافة الجمعيات في هذا المجال، خاصة الجمعية الوطنية للأمن والوقاية عبر الطرق.